هذه نقطة مهمة جدا، لأنه في اليومين الأخيرين أثير الكلام كبير حول كنز المعلومات الذي تمكنت منه المقاومة أثناء هجومها على فرقة غزة. ولكن دعني أيضا أتفاعل معك نقلا عن نيويورك تايمز، أن هناك مسؤولون إسرائيليون عرفوا بمخطط حماس يوم 7 أكتوبر قبل أكثر من عام من تنفيذه. هل هذا صحيح؟ يعني لأنه نيويورك تايمز وحتى قبل نيويورك تايمز عدة صحف ومواقع وسائل إعلام قال بأن المخابرات المصرية بلغت الجانب الإسرائيلي بأن هناك مخطط ما، أيضا هناك تقرير رفعت للجهات الأمنية ولكن هي لم توصل للجهات السياسية، أو يعني تغاضت واعتبرت أن المسألة لا يمكن أن تحصل وتجاوزتها. هل هذا صحيح؟ هل تتوقع أنه هذا ممكن؟ هناك تقديرات دائمة عسكرية بخصوص قطاع غزة، ونتحدث عن مكان يتابع ليس 24 ساعة في اليوم ولكن يتابع 48 ساعة في نفس اليوم، في كل دقيقة في كل ثانية كل ما في قطاع غزة يتابع. لكن هناك عملية استخباراتية مضادة قامت بها المقاومة، وحتى على المستوى السياسي هناك مصادر مصرية تحدث أنهم أيضا هم تعرضوا للخداع من قبل المقاومة الفلسطينية، وأرسلت لهم رسائل مخالفة. وهذا الأمر استطعنا أن نتأكد من بعض المصادر أنه فعلا هناك رسائل مخادعة أرسلت أيضا للمخابرات المصرية ولوسطاء آخرون كانوا بأن المقاومة لا تنوي القيام بعمل عسكري، وهي الآن معنية بفك الحصار برفع الحصار والمسألة الإنسانية وبهدنة طويلة.